اوري ازمه ايقاف القيد بقى في الزمالك وسمعنا ان ابراهيم نضاي كمان اشتكى الزمالك الزمالك ازاي هيتعامل مع الملف ده الفتره اللي جايه بص ازمه ايقاف القيد يعني ازمه عدم فتح باب القيد في محليا يعني بتلقي بظلالها على الموضوع ليه؟ لان الزمالك رابط ده بدأ. الزمالك مش عايز يفتح القيد غير لما يعرف القيد امتى، فالزمالك بدا يتحرك الساعات اللي فاتت لما خلاص الدوري او الكاس اتحدد ميعاده والنهائي 30، فخلاص الزمالك بدا يتحرك في قصه ان هو يخلص القضايا اللي عليه مساعدين فيريرا والقسط الاخير من أتشنبونج عشان يبدا يتحرك في فتح القيد او رفع ايقاف القيد لان هم كانوا متخوفين ان هم يفتحوا القيد فيجي حكم في قضيه باتشيكو لان اه اتاجلت لكن المحكمه الرياضيه ليها حق ان هي تصدر حكم في اي وقت فالزمالك بيتحرك في القصه دي قصه نضاي نضاي اشتكى نادي الزمالك ما وصلوش الشكوى لكن نضاي اشتكى وقدم شكوى عشان بيطالب بمليون و 500 الف دولار الجزء المتبقي في عقده بالكامل وبيطالب بتعويض ان الزمالك اخل ببنود التعاقد نادي الزمالك مش متفاجئ بالشكوى مهم. وده اللي كان عايزه الزمالك، مهم. يعني ايه ده اللي كان عايزه الزمالك؟ ازاي؟ نادي الزمالك اللاعب ليه 725 الف دولار. مهم. ده المستحقات المتأخرة للاعب. الزمالك كان عرض على اللاعب تسوية عرض ان هو يديله 100 الف دولار او 150 الف دولار ويقسط باقي المبلغ المتبقي على 12 شهر، زي التسوية اللي الزمالك عملها مع خالد بوطيب، ما هو نادي الزمالك عمل مع خالد بوطيب تسوية وبيدفع له كل شهر جزء من المبلغ يعني المتبقي اللي هو المليون يورو المتبقيين <متصفيق> نضايق رفض التسويه دي <متصفيق> فنادي الزمالك خلاص مش عايز التسويه دي روح اشتكي تمام <متصفيق> <متصفيق> بالبلد يا كريم الزمالك بيسوف الموضوع لحد ما يخلص اللي عليه <متصفيق> عنده باتشيك وعنده فرجاني لما نخلص اللي علينا قصه نضاي لسه هتاخد شويه وقت ولسه معها وقت فنقدر ان احنا ايه وقتها نكلم نضاي هنحل معاه نوصل لصيغة تفاهم ليك كام عايز فلوسك 600 ولا 725 خدهم بس بعد كام شهر يكون الزمالك حل مشكلته م فانا بشفق على المجلس يعني ما هو بصراحه لازم يتشفق عليهم مش عارف ازاي اصلا ممكن يبقى الجمهور زعلان يعني من انا دلو... انا بشفق عليهم فعلا كل يوم عندهم 10 ملفات انا للاسف الوقت خلص بس عايز اسالك على محمد عبد المنعم راح نيس خلاص ولا لسه اه اعتبره راح يعني أعتبر أعتبر راح. راح. هو الموضوع بس قصه يعني في طريقه الدفع آه. يعني هو بس طبعا قال كان يامل في ارقام اكتر من كده بس خلاص هو نيس مش هيدفع اكتر من 4 مليون دولار م. بس بقى كان كلام يدفعهم في سنتين ولا الاهلي عايز فلوسه كاش عايز بونص في حاجات كتير يعني م. الخلاف دلوقتي في طريقه الدفع وفي البونص آه. البونص اللي هو ايه آه لما ياخد مثلا لما يتاهل مش عارف دوري الابطال لما يحرز مثلا عدد اهداف معين لما يعني حاجات شبه كده الاهلي عايز ونسبه عدد البيع آه. هي دي الاتفاقيات ولكن يمكن بيقول لك بولونيا دخل على الخط برده مع الاهلي ولكن الاقرب لحد دلوقتي نيس يعني بنسبه تقترب من 90% نيس الفرنسي اوباما ولا عواد اللي مكمل في الزمالك؟ عواد اقرب انه يكمل ممكن بس يعني لسه الاثنين وجهتهم ما اتحسمتش بشكل كبير جدا لان الزمالك ما بلغهمش وفي نفس الوقت اللعيبه مش عايزين يمشوا أوه. ان هم مستنيين الزمالك اخر حاجه خالص يبلغون ان احنا مش معاكم يا اما يعني اوباما ما وقعش البيراميدز؟ لا ما وقعش الح... لاي فريق لحد دلوقتي عنده المصري وعنده بيراميدز وعنده أوه. عروض بره لكن هو ما وقعش اوباما وعواد قصتهم ان هم مستنيين الزمالك أوه. لكن عواد اقرب شويه